التضامن مع المقاومة وانتفاضة الشعب الإيراني في حفل لقدوم العام الميلادي الجديد. بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد، تم عقد حفل بحضور الرئيس المنتخب من قبل المقاومة وأكبر من 30 رئيس بلدية فرنسي، وبمشاركة الشخصيات السياسية والمنتخبين ورؤساء البلديات وممثلي الرابطات الداعمة للمقاومة الإيرانية في أوفرسورواز. المشاركون والمتحدثون في هذا التجمع أكدوا على دعمهم لنضال المقاومة الإيرانية من أجل إحلال الحرية والديمقراطية. ورحب المتحدثون بإجراء الاتحاد الأوروبي والحكومة الفرنسية بمعاقبة وإدراج مؤسسة ومسؤولين اثنين تابعين لوزارة مخابرات النظام الملالي على قوائم الإرهاب، وطلبوا بالحزم في وجه هذا النظام وطرد عملاء وجواسيس الملالي من الدول الأوروبية، وأشادوا بالمقاومة وثبات مجاهدي الحرية في أشرف ثلاثة في ألبانيا في وجه مؤامرات نظام الملالي البائسة، وعبروا عن تضامنهم معهم. المتحدثون في هذا التجمع كانوا الأسقف جاك غايو، دومينيك لوير نائب سابق في الجمعية الوطنية الفرنسية، جان فرانسوا لوغارا رئيس الدائرة الأولى لبلدية باريس، جان بيير بيكير رئيس بلدية أوفرسورواز سابقا، جان بيير مولير رئيس بلدية مدينة ماني أن وكسن، أنيسة بوميديان السيدة الأولى في الجزائر سابقا، إيف بونا الرئيس السابق للمنظمة الفرنسية لمكافحة التجسس، بيير بيرسي رئيس حقوق الإنسان الفرنسي الجديد، جيل برويل الرئيس السابق لرابطة المحامين في فالدواز، جان بيير برار النائب سابق في الجمعية الوطنية الفرنسية، ولاريش ريسا نائب سابق في البرلمان النرويجي.